ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه للفقره الطبيه. طبعا بعد رحله طويله من الدايت وخلاص وصلت للوزن المناسب ليا، بيبقى في نقطه فصل، يا ترى اكمل دايت ازاي ولا اوقف واثبت وزني، ويا ترى في حاجات معينه اعملها ولا بقى براحتي. وطبعا بنبقى خايفين اننا نضيع كل المجهودات اللي عملناها في الدايت، عشان كده المرحله دي بتكون مهمه جدا. معايا النهارده ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني في الاستوديو، دكتور سالي فيكتور، خبيره التغذيه العلاجيه لعلاج السمنه والنحافه لدى شركه اون تارجت فارم. اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك يا شيف؟ منوراني حبيبتي. نورك. عامله ايه؟ كله حلو. يعني احنا اتكلمنا في اخر حلقه لينا مع بعض عن التثبيت، او لما بنوصل ان احنا ناخد الانسيليوم هو زي بنثبت ازاي. ايوه زي ما اتفقنا، لان اصدقاء كتير ييجوا عند النقطه دي ويبقوا هم ايه بيحصلهم كده ايه عدم توازن، يبقوا مش عارفين يعملوا ايه، هل هيستمروا بقى تاني، هيبطلوا خالص، هيعملوا ايه. فانا حبيت النهارده ان احنا نستكمل علشان الاسئله اللي جايه لنا يبقى احنا ردينا عليها من خلالك النهارده حبيبتي. اوكي. هو احنا بعد فتره الدايت احنا خلاص، يعني احنا لما بيتواصل معانا حد وخلاص احنا اتفقنا على وزنه وطوله، هنخس مثلا يعني كام كيلو جرامز وخلاص، واتفقنا ومشينا في فتره نزول الوزن على حسب بقى الفتره ديت، واتفقنا على الكورسز ومشي على النظام الغذائي والدنيا كلها بتبقى تمام. وخلاص هو وصل للوزن المثالي اللي انا شايفاه مناسب، يعني متناسق مع طولي ومع وزني والدنيا بقت تمام. هي بتيجي بقى مرحله في النص كده احنا بنقف، انا خلاص يعني هو دلوقتي اخد من الانسيليوم ووصل للي هو عايزه، مش كمان الانسيليوم يكمل بقى ولا ما يكملش. احنا يعني في مرحله الدايت في الاول احنا بندي كورسات مكثفه. حلو. مش بس الانسيليوم، احنا بندي كورسات مكثفه على حسب الحاله اللي هو هيمشي عليها ازاي. هل مثلا انا معاني من سمنه او مثلا سمنه مفرطه، هل انا مثلا مشكلتي في على حسب الحالة بالظبط، على حسب الحالة وعلى حسب اللي بيتواصلوا معنا احنا بنحدد لهم نظام الغذائي المناسب ليهم، وبنحدد لهم كمان الكورس المكثف اللي هيمشوا عليه كويس عشان هيلاقوا نتائج سريعة ونتائج ترضيهم، وهيوصلوا فعلا معنا للشيب المناسب او الشكل المناسب ليهم. حلو. احنا بقى بعد المرحله دي خلاص ما بنخلصها وصلنا بالحمد وصلنا لله. الحمد لله. والناس كانت ملتزمه معانا وخدوا الكورس ومبسوطين وعملوا الدايت والدنيا تمام وصلنا للوزن المثالي، بنيجي بقى البوينت انا خلاص خسيت الوزن اللي انا يعني اللي كان مداني، او خلاص وصلت للوزن اللي انا شايفاه مناسب وصحتي كويسه وانا تمام، هل بقى اكمل زي ما انا ولا اقف؟ وهتبقى بقى الجرعات هي ولا هي الجرعات يعني هي هيمشي هي عليها بنفس التوقيتات اللي كان بياخدها، ولا هتقل بالزبط. ولا ايه؟ دي بقى بتبقى نقطه فصل. احنا مشكلتنا الناس لما بتعمل دايت قاسي جدا او بيكون داستريك بيجوا بعد فتره تثبيت الوزن دي بيبقوا خلاص بقى انا زهقت، انا عايز اكل، انا عايز افتح، انا عايز يعني، عشان كده دي مشكله ان هم بيرجعوا تاني في الوزن، وبيكون بقى ان انا ارجع تاني يا لهوي انا لسه هعمل دايت بقى من الاول وجديد. دي بتبقى طبعا مشكله كبيره جدا. فاحنا بعد مرحلة ان احنا بعد ما خلصنا الدايت احنا بنكمل معاهم في الكورسات، بس بحاجات هي بتبقى الياف طبيعية طبعا جدا وممكن يستمر عليها فترة تثبيت الوزن او المرحلة اللي احنا خلاص وصلنا فيها الوزن المثالي، هنخف الدايت شوية او هنخلي النظام الغذائي يكون مريح اكتر، بحيث ان هو خلاص ده ممكن يكون لايف ستايل في حياتي انا ممكن اكمل عليه يعني فترات. انا خلاص وصلت المرحلة ان انا مش قادر اكل كتير، معدتي زي ما بيقولوا صغرت، يعني بالنسبة لي لو اتحط قدامي اكل اشكال والوان وسكريات وحلويات انا خلاص عارف ايه اللي مناسبني هاكل قد ايه، لان انا الموضوع بالنسبه لي ما بقاش فتره دايت انا بخسها وخلاص هرجع تاني، لا انا بالنسبه لي ده بقى لايف ستايل حياتي. كويس. فاحنا برضو في المرحله دي برضو بنستعين بالياف الانسيليوم، لان هي الالياف الانسيليوم هو الياف طبيعيه 100%. فانا مثلا في ناس كتير بتقول لي انا مثلا رايحه خروجه او رايحه عزومه او مثلا عندي خروجه كده مع اصحابي احنا طالعين ناكل قوي بقى، فانا يعني مش عايزه افتح قوي بالظبط. أيوة. فاحنا ساعتها ممكن في الحاله دي ان احنا بنستخدم برضو الياف الانسيليوم قبل الخروجه او قبل الوجبه او قبل العزومه ديت بنص ساعه، ونشرب طبعا بعديها كوبايتين ميه زي ما احنا عارفين. تمام. وممكن بقى في الوجبه بتاعتي او في اللي هي الخروجه ديت انا نفسي هلاقي ان انا مش قادر اكل الكميه الكتيره اللي موجوده، او هاكل خلاص على قدي والدنيا مش هتتلخبط قوي وهتبقى الدنيا زي الفل. يعني ممكن استمر عليه حتى من باب الحفاظ على وزني، على وزني حتى مش عايز اعمل دايت بالظبط. صح. مرحله تثبيت الوزن احنا طبعا مش هيضر مش هيضر هو
حاجه بتساعدني بشكل هتساعدني كويس. ان انا يعني هكون شبعان فتره طويله، وان انا ما ارجعش بقى اعك قوي في الاكل، او ما ارجعش تاني شهيتي تتفتح بشكل كبير فارجع بقى ازيد الوزن اللي انا كنت نزلته تاني، واحس ان الموضوع انا في دايره مغلقه، انا بخس وزن، اجي عند التثبيت اما اكلش اكل كتير فارجع ازيد فارجع ابدا دايت تاني، فبنحس انها حلقه مفرغه. ده اللي بيخلي الناس تحس ان هي زهقت من موضوع الدايت، او ايه ده، ده الموضوع مش خلصان. لا بس هنا في نقطه مهمه ان احنا هنستمر عليه بعد ما هنوصل للوزن المثالي. بالظبط. طب قولي لنا بقى الفتره تقريبا بتفين قد ايه كده، يعني تقريبا ممكن بعد ما نوصل للوزن احنا عايزين نمشي عليه فتره قد ايه؟ هو لحد ما احس بقى انا عايزه الخبط، فاروح بقى الحق نفسي ان انا مش عايزه او عايزه اعمل مساعد، لان انت عارفه احنا داخلين على شتاء، والشتاء دايما الناس اكل واكلات الشتاء اصلا اكلات جميله اكلات جميله اكلات حلوه وبتديني سعرات حراريه كتير. واضح دكتور سليم بتحب الشتاء واكلات الشتاء جدا، اكلاته كمان دسمه حقيقي. يعني عارفه ايه، فالشربات والاكلات، وبعدين الوقت بيبقى طويل قوي، بيبقى النهار قصير والوقت طويل، فاحنا طول الوقت جعانين لحد ما الولاد تنام والولاد تروح المدرسه، ففي وقت كتير في النص. دي حقيقه. فانا بقول ده لان فعلا بجد في ناس بتتخن جدا في الشتاء، وتبقى هي مش ده وزنها العادي، حتى هي مش بتبقى اكوله بس غصبا عنها بتاكل في الشتاء. فاحنا برضو بنوجه لهم الرساله دي ان الأناسينيوم هيبقى مناسب ليهم، هيبقى مناسب جدا. احنا في فتره التثبيت هي ملهاش وقت قوي، يعني انا مثلا بقول للناس احنا مش هنقعد مثلا ايه شهر هنثبت وبعد كده ارجع كل الناس احنا عايزين نغير الفكره، عايزين نغير الثقافه. احنا الموضوع بالنسبه لنا هيكون لايف ستايل. انا خلاص الناس تحافظ يعني. عايزين الناس تحافظ. انا خلاص انت بعد ما خسيتي معانا وخدتي الكورسات واتبسطتي ونزلتي في وزنك والدنيا، يعني حسيتي ان انت مور اكتيف وانك بتخرجي وبتلبسي اللي انت نفسك فيه، وحسيتي ان بقيتي يعني صحتك احلى وجسمك بقى احلى ومبسوطه بالوزن ومبسوطه بالهدوم النفسيه بالظبط. فانا حسنة. مش بعد كل دوت اجي بقى فتره تثبيت اقول لها لا بصي احنا يعني ايه هنيجي عند فتره هنقعد مثلا شهر مثبتين وبعد كده هنرجع ناكل تاني، لا ما هي ترجع تاني تزيد في الوزن صح. الموضوع هيكون مش هنبقى صعب جدا. لا مش هتبقى اتعالجت المشكله، مش هنبقى عالجنا المشكله. فاحنا بنحاول ان احنا نغير الفكر او نغير التفكير ان هو يكون لايف ستايل، ان احنا خلاص حتى لو مثلا فتره تثبيت مثلا مشينا على كورس الاناسيليوم في فتره التثبيت عشان يكون عامل مساعد. هي هتحس بعد كده بعد فتره التثبيت دي بقى سواء هي كانت شهر او شهرين او على حسب الحاله طبعا، هي تحس بعد كده ان هي خلاص ده بالنسبه لها بقى لايف ستايل حياتها. لان احنا كمان في الكورسات لما بندي مثلا سكر سيسل او بنقول للناس نبدل السكر ونبعد بقى عن السكر الابيض ومشاكله واضراره ونستخدم سكر دايت، الناس بعد كده لما بتحب طعمه وتلاقي ان هي ممكن تحطه في الشاي، تحطه في القهوه، تحطه في النسكافيه، تحطه في المخبوزات، تحطه في المعجنات، كل الحاجات دي بتحس ان انا خلاص بقى اتعودت على طعمهم كده، فانا خلاص انا بالنسبه لي السكر ده هكمل عليه وانا مبسوط كده ومبسوط بطعم المشروبات ومش حاسس ان انا يعني بعمل حاجه يعني غريبه، لا انا خلاص اتعودت. فانا بالنسبه لي هفضل على طول اشرب الشاي والنسكافيه وكل الحاجات دي بالسكر الدايت وانا مبسوط ومكمل عليه كويس. فطبعا دي حاجه بتكون ان احنا خلاص احنا مكملين فترات، مش بس فتره الدايت اللي هي بتبقى كام شهر وبعدين خلاص بقى بنوقف. طيب كلمينا بقى عن فتره التثبيت دي، في فكره انتوا بتتعاملوا كشركه ازاي مع العملاء اللي بيبقوا خلاص جم واخدوا الكورس ووصلوا الوزن المثالي، تعامل بقى الدكاتره هنا مع فتره التثبيت بيبقى ازاي من خلالكم؟ احنا طبعا بنتابع معاهم، يعني احنا بنحس ان كل بيشنت بالنسبه لنا احنا في رحله الدايت، احنا خلاص يعني بقينا صحاب وبنتابع مع بعض كل يوم، وخلاص وانت خسيتي طب النهارده قد ايه، طب ظبطنا الدايت، طب عملنا، طب سوينا، فبنحس ان خلاص هم يعني خدوا علينا او فاتت حتى التثبيت، طب معلش طب احنا نكمل، طب احنا نظبط الوقت بتاع التثبيت، طب احنا طب معلش هنحاول ان احنا نظبط الدنيا في الفتره دي. فاحنا طبعا بنفضل متابعين معاهم بعد يعني في فتره كمان التثبيت بنبقى متابعين معاهم، واحنا كمان بنرد على كل استفساراتهم، لو حد مثلا عايز يسالنا عن حاجه بعدها احنا بنرد عليه، مش بنبخل على حد خالص بالمعلومه. مش ودي برده حاجه بتميزنا في اون تارجت فارما، اللي احنا مش هنديكوا كورس وهنديكوا فتره المتابعه وخلاص والثلاث شهور احنا خسينا خلاص بقى كده شكرا، لا بالعكس احنا بنفضل مكملين معاهم في فتره التثبيت الوزن. في كمان حاجات احنا ممكن نديهم مثلا زي اعشاب المورينجا، مثلا الجرين كوفي، دي حاجات برده ممكن هم يفضلوا مكملين عليها، اصل الجرين كوفي احنا كلنا بنحبه وبنشربه، حتى بالنسبه لنا ك يعني حاجه ممكن نشربها عوامل مساعده لينا اهي. بالظبط. قبل بقى ما ندخل في العوامل المساعده وتحكي لنا اكتر يا دكتور قلنا وسيله التواصل برده معاكم ازاي؟
احنا طبعا موجودين في الارقام اللي على الشاشه، احنا بنتواصل معاهم تليفون او واتساب على حسب ما البيشنت يكونوا محتاجين. وبرده موجودين على الفيسبوك صفحه اون تارجت. انا دلوقتي عايزه اطلب الاناسيليوم اعمل ايه؟ من خلال الارقام يكلمونا دايركت على طول، واحنا هنوصل دي الارقام اللي موجوده على الشاشه اون تارجت فارما بتاعت الشركه يا جماعه. بالظبط هنوصلهم لاصدقائنا اللي سالوا. هنوصلهم الكورس لحد باب البيت، يعني هيطلبوه هنوصلهم لحد باب البيت. كويس. برده من خلال الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، صفحه برده الدكتوره نهال حافظ خبيره التغذيه نهال حافظ على الفيسبوك. وبرده موجودين على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل جدا. احنا فاحنا موجودين على كل البلاتفورم. طب ده هايل جدا. طيب نرجع نستكمل، احنا ممكن بتدعموا بقى بحاجات تانية للعملاء زي ايه بقى؟ قلت لنا الجرين كوفي. وايه في جرين كوفي؟ طبعا احنا كلنا عارفين الجرين كوفي، احنا كمان عاملينه بفليفرز، يعني احنا كمان تفادينا مشكله ان الجرين كوفي بيكون طعمه يعني مش كل الناس بتحبه، او يعني لحد ما صعب شويه ان انا هشرب كل يوم جرين كوفي علشان صحتي وعلشان وزني وعلشان لا، احنا كمان عملنا بفليفرز طعم بندق وطعم موكا وحاجات انا ممكن اشربها كل يوم الصبح وانا مبسوطه يعني. حلوة قوي. هي كمان هتساعد ان وزني يكون ثابت، وهي كمان فيها فوائد كتير جدا لجسمي. في ناس برضو بتحب الاعشاب، يعني في ناس مثلا تقول انا كل يوم بحب اشرب مثلا نعناع، بحب اشرب اعشاب طبيعيه. فاحنا برضو ينسون نعناع شمر. في ناس بتعمل ميكس بين حاجات برضو. في ناس ففي ناس فعلا يعني بتبعد كمان عن فكره الشاي والقهوه والنسكافيه. وده احسن والله دكتور. هو ده طبعا احسن بكتير، بس احنا برضو ما نقدرش نقول للناس ابعدوا عن الشاي والقهوه والنسكافيه، ان هم بيكونوا متعودين. فاحنا برضو بجانب الجرين كوفي، الناس طبعا بتحب الجرين كوفي وبتحب تشربه، وفي ناس كمان بتبقى يعني عايزه كل يوم ان هو خلاص في نظامي الغذائي او في يوم العادي انا بحب اشرب مشروبات يعني سخنه، فبالنسبه لي الجرين كوفي ده يعني حاجه طعمها حلو وبتديني احساس ان انا مبسوط. في كمان برضو اعشاب، لو في ناس مثلا بتحب الاعشاب، اعشاب المورينجا. الاعشاب دي معروفه جدا ومشهوره جدا ان هي بتساعد جسمي على ان هي بتحسن اداء الهضم. لو في ناس برضو بتعاني بعد فتره الدايت من الامساك، ده برضو بيساعدهم جدا. ده غير ان هو كمان برضو بيساعد جسمي ان هو يفضل على طول شغال، ان هو بيحرق الدهون، بان انا خلاص بقى مخزنش يعني مساعد في الحرق كمان. عامل كمان مساعد في الحرق، ان هو بيزود حساسيه الانسولين في الجسم، فبيساعد ان هو كمان يزود الحرق بتاعي، او ان انا يساعدني في فتره التثبيت، او انا خلاص بدا بقى اللايف ستايل حياتي ممكن اشربه كل يوم، هيكون مفيد جدا لجسمي، وكمان هيساعدني ان انا ما ارجعش ازيد بقى اكتر في الوزن. فاحنا طبعا في فتره الدايت او في فتره التثبيت او حتى كمان بعدهم احنا موجودين. طب قول لنا بقى، اسالك بقى معلش دكتور سيد، قول لنا بقى الاناسيليوم تكوينه ايه، وايه الحاجات اللي موجوده فيه، عشان الناس كلها تعرف ان هو حاجه طبيعيه امنه ما فيش فيه مشاكل. قول لنا بقى وصفيهن، هو تقريبا العلبه يعني انواع العلب فيها ايه، وهو عباره عن ايه؟ احنا في اون تارجت فارما احنا مش يعني احنا عندنا كورسات مكثفه، وكل كورس طبعا بيكون مناسب نوع معين من البيشنت. احنا يعني تقريبا بنحل كل المشاكل او بنحل معظم المشاكل اللي بتكون عندنا في البيوت. انا مثلا باكل كتير، شهيتي على طول مفتوحه، او انا مثلا حرقي ضعيف، او انا مثلا عندي مشاكل انا بحب الاكل، او انا عندي مشاكل مثلا في الغدد، او عندي مرض السكر او مرض الضغط. فاحنا دايما عندنا كورسات بتناسب كل الناس او بتناسب فئه كبيره جدا من الناس، بحيث ان اي حد هيكلمني عنده مشكله ودي المشكله دي هي مسببه له ان هو مش عارف يخس او مش قادر يخس، احنا بنسبورت معاهم جنب النظام الغذائي بالكورسات المكثفه. فمثلا من الكورسات اللي عندنا مثلا الاناسيليوم. اناسيليوم هي عباره عن الياف طبيعيه. الياف الاناسيليوم الياف طبيعيه خالص 100%، مفيش فيها اي اضرار. كل الحكايه ان هي بتديني احساس بالشبع، ان هي يعني بتملى في المعده او حجمها بيتضاعف لما بتمتص الميه، فبتملى معدتي او بتملى مثلا حوالي تلتين حجم المعده، فده بيحسسني بالشبع ان انا خلاص انا يعني حتى قدامي اكل بقى حلو زي الاكل اللي انت بتعمليه طبعا يا شيف. انا هاكل على قدي وهاكل الوجبه الغذائيه المناسبه ليا او عدد السعرات الحراريه اللي انا المفروض اخدها في اليوم، وخلاص انا بدون ما انا اخد كالوريز زياده عن اللي انا محتاجاها او اكل اكل بزياده عن اللي جسمي محتاجه. فطبعا ده بيكون سبورت كبير ليا جدا في فتره الدايت. هو مدعم تقريبا بفيتامين سي برضو. قول لنا سريعا بقى كده عشان قبل ما نقول كمان يعني الطرق التواصل مره ثانيه.
هو كمان مدعم بفيتامين سي لان احنا طبعا عارفين ان فيتامين سي اساسي جدا للمناعه واساسي جدا هو بيساعد الجسم ان هو يزود الحرق. وهو كمان مفيد جدا لصحه الجسم حسب برضو صحه الشعر والبشره. يعني احنا برضو فتره الدايت مش هنعاني ان احنا شعرنا يقع او بشرتنا تبقى بهتانه كلنا بنعاني منها بالظبط. فهيدعم معانا المناعه وهيدعم معانا كمان ان احنا نزود الحرق. في كمان انزيم مهم جدا اسمه انزيم البرومالين. الانزيم ده مستخلص طبيعي من الاناناس. الانزيم دوت بيشتغل على الدهون المتخزنه في الخلايا الدهنيه في جسمي بيكسرها بحيث ان انا برضو بشتغل على الكالوريز اللي داخله لجسمي وان انا وجبتي تبقى مظبوطه. انا كمان بشتغل على الدهون المتخزنه في جسمي الصعبه دي الصعبه بالظبط اللي هي بتنزل بسهوله بيخلخلها بقى شويه كده زي بقى ارجوكي. فهو الانزيم ده هيشتغل بقى على الدهون ديت بحيث ان انا لما انزل في وزني او ان انا خلاص خسيت انا كمان مش هرجع بعد كده بعد الفتره دي ان انا اتخن تاني مفيش دهون متخزنه. انا خلاص اشتغلت على الكالوريز اللي داخله جسمي وظبطتها وحسيت بالشبع وكمان طعمه حلو جدا. ففي ناس مش هتلاقي مشكله ان هي تشربه مثلا قبل وجبه الغداء قبل وجبه العشاء وكمان في فتره التثبيت. وفي كمان ناس بتستخدمه بعد كده على مدار فترات طويله مثلا عندي عزومه فهاخده في شنطتي عندي خروجه. هو طعمه حلو واضح طعم الاناناس اهو طعمه حلو يعني جدا جمال. وحتى الاطفال كمان بس احنا ان شاء الله نعمل يعني فقرات ثانيه خاصه بيهم ليهم هم للاطفال اكيد. هو مناسب لكل الفئات كل العمريه مناسب للاطفال ومناسب للسيدات ومناسب للرجال ومناسب كمان للسيدات اللي في مرحله الرضاعه برضه مناسب ليها جدا تقدر تاخده. لان طبعا احنا بيجي لنا مشاكل كتير في فتره الرضاعه الناس بتبقى مش عارفه تبطل اكل فبرضه هيساعدهم جدا. ده غير بقى لو احنا تواصل معانا سيدات عندها مشاكل ثانيه احنا كمان بكورسات ثانيه مكثفه وانظمه غذائيه بتكون متوازنه جدا هنقدر نساعدهم ان هم يوصلوا للوزن المثالي بتاعهم بعيدا عن بقى عن كل المشاكل كلها ان شاء الله. طب ناخد سمر سريعا كده. يا سموره انت بتكلمي انا في اخر الفقره يا سموره قولي. عليكم السلام يا حبيبه قلبي اتفضلي. انا كان وزني 78 كيلو. تمام تمام. وصلت مع دكتوره ان هي الحظ ايوه 61 كيلو. ما شاء الله ده فتره قد ايه بقى يا سمر؟ ايه في فتره قد ايه؟ الفتره شهر ونص. والله ما شاء الله تمام سمر شجاع كده. برافو عليك يا سمر. 90 كيلو ما شاء الله. والدتي كمان كانت 93 كيلو نزلت ل 81 كيلو. تمام مكمل. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا تحيه ليك يا سمر وتحيه لماما وانتوا لسه مكملين وبتتابعوا صح كده؟ انا دلوقتي بثبت لك انك لسه مكمل. طب على خير ان شاء الله. شكرا ليك يا سمر. انا نفسي كنت اكمل معاكي بس طبعا احنا في يعني قربنا من الختام. اسمحوا لي طبعا الاول نعرض الصفحات. معلش دكتور سالي بعد اذنك قول لنا تاني الارقام اهي موجوده على الشاشه. الارقام الموجوده على الشاشه احنا بنتواصل معاهم من خلال المكالمات او من خلال الواتساب. في كمان على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الصفحه الاوفيشال بتاعتنا. في كمان صفحه دكتوره نهال طبعا هي لسه سموره متابعه معاها صفحه دكتوره نهال حافظ خبيره التغذيه برده على الفيسبوك وموجودين برده على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. طبعا انا اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور سالي فيكتور يعني خبيره التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني. ميرسي ربنا يخليك. وبشكر طبعا حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. ومن هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.